دلوقتي هنعمل وصفتنا التانية. وصفتنا التانية للنهاردة اللي هي قالب الرز بالعجين. الوصفة دي عشان نعملها عايزين عجينة باف بيستري، وهنجيب المقاس الكبير مش اللي هي بتبقى قطع مربعات صغيرة، وعايزين 3 كوبايات رز ونص كيلو لحمة مفرومة وبصل بصلة ومعلقتين كبار سمنة، وعايزين مكعب مرق، ملح وفلفل، بهارات، معلقة صغيرة حبهان مطحون، معلقة صغيرة قرفة، معلقة صغيرة كركم، ورشة جوزة الطيب. وهناخد نص كمية السمنة وهنعمل بيها اللحمة المفرومة. هنحط مكعب المرق، وهحط ملح بس اقل طبعا لاننا حاطين مكعب مرق، وهنحط فلفل، وهنا كمان هنحط شوية فلفل، كركم، كل البهارات اللي عندنا، جوزة الطيب، القرفة، بهارات، والحبهان المطحون. البهارات دول خليت شوية عشان احطهم على اللحمة. هنسويه عادي زي ما بنسوي الرز، واللحمة برضو يستوي. خلينا نحط بس شوية مية. هندهنها بقى بالبيض وهندخلها الفرن علشان تتشوي.